اقرب من هنا يا دكتور. الحمد لله وحده الطابع الشريف وبدائرته، فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين، وبداخله محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه. رعيانا الأوفياء المخلصين سكان جهة طنجة طوان الحسيمة، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فرعيا لما نوليه لجهتكم من كبير عناية وشديد اهتمام، ولما أحطناه بها دائما من متوالي الرعاية، فقد اقتضى نظرنا السديد أن نولي واليا عليكم وعاملا على عمالة طنجة أصيلة خديمنا الأرض السيد يونس التازي، لما نعلمه فيه من ولاء لشخصنا وتعلق بعرشنا وعرش أسلافنا، ولما نعرفه فيه من قدرة على الاضطلاع بالمهام التي أسندناها إليه وأنطناها بعهدته، فنأمره أن يسعى السعي الذي لا يفتر ولا ينقطع لتنفيذ ما نرسمه من خطط ونتخذه من تدبير لفائدة جهتكم وتحقيق أهدافنا ومقاصدنا لصالح سكانها، كما نأمره أن يرقب أحوالكم عن كثب ويعنى بصغيرها وكبيرها ويسهر على شؤونكم سهرا تتوالى به ما نريده لكم من نعم سابقة وسعادة شاملة في الحال والمآل. وفقه الله وأعانه وسدد خطاه وسلك بكم جميعا أجمل المسالك وهداكم كافة لأقوم السبل وأحسن الطرق والسلام. أتشرف اليوم بتراس مراسم حفل تنصيب السيد يونس التازي الذي حظي بالثقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياه، حيث تفضل حفظه الله بتعيينه واليا على جهة طنجة تطوان حسيمة وعاملا على عمالة طنجة أصيلة. السيد والي الجديد من الأطر التي راكمت تجربة مهمة خلال مسارها المهني، إذ شغل ما بين سنة 2006 إلى سنة 2012 منصب مدير الاستراتيجية والبرامج والتنسيق بين أنواع النقل وزارة التجهيز والنقل، ثم منصب مدير عام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية سنة 2013، ويشغل بعد ذلك منصب عام إقليم تطوان سنة 2017. وإني على يقين تام بأن السيد الوالي سيكون في مستوى المهام القاطع على عاتقه من خلال العمل الجاد والإخلاص والتفاني في الاطلاع بالمسؤوليات المناطة به. وأغتنم هذه المناسبة لأشيد بالعمل الذي قام به السيد محمد مهدية طيلة توليه المسؤولية
طيلة توليه المسؤولية على رأس ولاية الجهة والتي أبان خلالها عن حس وطني عالي وكفاءة كبيرة في تدبير الشأن العام لا سيما في ظل ما راكمه من خبرة كبيرة في مختلف المسؤوليات التي سبق أن تقلدها. كما أهنئه على تجديد الثقة السامية في شخصه كوالي لجهة الدار البيضاء سطات وعاملا على عمالة الدار البيضاء. السلام عليكم.